في إطار الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر إلى الصحراء المغربية، التقى هذا الأخير بمسؤولي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدخل أسرد، حيث اطلع على عمل اللجنة في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. هذه الزيارة ناجحة، زيارة اللي أعتقد بأنها ستكشف الكثير من الحقائق للممثل الخاص للأمين العام، وخصوصا فيما يتعلق بتصور الحل، يعني الحلول الممكنة، واللي أعتقد بأنه الحكم الذاتي كما استنتج هو في كلمته قال عن الناس كاملة مجمعة على الحكم الذاتي، وهذا يعني بالنسبة لنا يعني استنتاج مهم جدا ويمشي في إطار الحل اللي نبحث عنه باش أهلنا وإخواننا وعائلاتنا اللي مازالت في مخيمات تندف تدخل وتنخرط في هذه الدينامية الإيجابية. وعقد المبعوث الأممي لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة بالجهة، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من المواضيع التي تهم الساكنة. وثمن السيد كوهلر المجهودات التي تقوم بها اللجنة في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية بالمنطقة ورفع الوعي بضرورة صيانة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.